سيكون ليفربول على موعد مع خطوته الأولى نحو حلم التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 23 عاماً حينما يحل ضيفاً على لاسك النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات. ويبدو فريق المدرب الألماني يورغن كلوب عازماً على تجنب ما حصل معه محلياً الموسم الماضي حين حل خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال بعدما بدأ الدوري الممتاز هذا الموسم بأربعة انتصارات وتعادل في المراحل الخمس الأولى. وبعدما كانت المشاركة القارية من الأمور التي لا يجرؤ مشجعو برايتون حتى على الحلم بها، يبدأ النوارس قصة أقرب إلى الخيال حينما يستضيفون أيك أثينا اليوناني في مستهل مشوارهم بالمسابقة. ورغم رحيل أهم عناصره الرئيسية أمثال الأرجنتيني ماك أليستر والإكوادوري مويسيس كايسيدو، فإن المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي يقدم مستويات باهرة مع برايتون في الموسم الجاري 2023-2024 بتحقيقه أربعة انتصارات من خمس جولات في الدوري الإنجليزي. وبعدما حل الموسم الماضي وصيفاً للمتخصص في المسابقة إشبيلية الإسباني، بدأ الروما الإيطالي مشواره في المجموعة السابعة ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدافي بمعنويات مرتفعة جداً نتيجة للفوز الكاسح الذي حققه فريق المدرب البرتغالي جوزي مورينيو في الدوري على إمبولي بسباعية نظيفة، بينها ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا وهدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة. أما عملاق هولندا أياكس أمستردام فيستضيف مارسيليا الفرنسي ضمن المجموعة الثانية. أياكس يخوض الموقعة بعد أيام قليلة من سقوطه أمام تيفينتي بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة من الدوري الهولندي.